السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي سنناقش فيها ونضع على سطح الطاولة القضاء العراقي، ما له وما عليه، من يتحكم به ومن يحرك خيوطه، ولمصلحة من يعمل. وحلقة اليوم بعنوان القضاء الحالي في العراق تسييس وأداة بيد الميليشيات. فمن فشل فكرة الفصل بين السلطات في العراق بعد عام 2003 إلى هما تصنيع الحيل الدستورية خدمة للقوى السياسية، إلى انحدار سمعة القضاء الحالي في العراق وتحوله إلى أداة تصفية بيد الميليشيات، ومحاور عدة سنطرحها للنقاش. لكن بعد طرح هذه التساؤلات، في يوم القضاء العراقي رئيس مجلس القضاء الأعلى يقول بأن القضاء المستقل أهم مؤشر على الدولة الرشيدة التي ينعم مواطنوها بالعدالة والاستقرار والرفاه، فهل كان فعلاً يقصد العراق؟ أيضاً يضيف بأن استقلال القضاء هو العقيدة القائمة على أساس أن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية غير خاضعة للنفوذ السلطات أو المصالح الخاصة أو السياسية. ونحن نتساءل في يوم القضاء لماذا لم يتم الحكم ولو لمرة واحدة على مختلس للمال العام أو متهم بقضايا فساد؟ كما نطرح تساؤل، كيف يستطيع القاضي النوم بضمير مرتاح وهو قد حكم بالإعدام على عشرات الأشخاص بعد اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب وبدون أدلة؟ على هذه الطاولة سيشاركنا الحديث عن القضاء العراقي الدكتور رافع الفلاحي، الأستاذ صباح المختار، كذلك الدكتور أيمن العاني، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. عند كل أزمة سياسية يخرج زعماء الميليشيات المكونون للإطار التنسيقي ليقولوا لخصومهم الفصل بيننا وبينكم القضاء الذي لا يخيب آمالهم بالفعل ويقضي في كل مرة لصالحهم، حتى تحول القضاء إلى لعبة بيد الساس المتنفذين منذ تفصيله على مقاس رغباتهم وبما يوافق استمرار حكمهم والتستر على فسادهم وانتهاكاتهم. الحديث عن عدم استقلال القضاء يعود مجدداً بعد تصريح رئيس مجلس القضاء فائق زيدان حول ضرورة استقلال القضاء وإبعاده عن الوصايات السياسية. إن استقلال القضاء هو العقيدة القائمة على أساس إن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية غير خاضعة لنفوذ السلطة التشريعية أو التنفيذية أو نفوذ المصالح الخاصة والسياسية. في هذا التصريح اعتراف علني بخضوع القضاء للأجندات السياسية وتلخيص واضح لمسيرة 20 عاماً من تسييس أهم مؤسسة في الدولة ساهمت بشكل مباشر في التشجيع على الفساد وارتكاب الجرائم في ظل غياب العقاب. فمنذ عام 2010 بدأت علامات تسييس القضاء تظهر بشكل واضح عندما لجأ نور المالكي إلى المحكمة الاتحادية لتفسير الكتلة الأكبر بعد الانتخابات التي شهدت فوز إياد علاوي بالمركز الأول والتي من المفترض أن تشكل الحكومة بموجب الدستور، لكن المحكمة فسرت الكتلة الأكبر في حينها على أنها الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات. ومنذ ذلك الوقت أعطت المؤسسات القضائية الضوء الأخضر للأحزاب النافذة بأن تتصرف كما تشاء وتخالف من تشاء طالما أنها تستند إلى سلطة قضائية تحميها وتضمن عدم ملاحقة ساستها. آلاف من الأبرياء أعدموا وسجنوا وآلاف مثلهم فقدوا حقوقهم وثروات نهبت وسلبت عندما غاب القضاء عن دوره الذي يمثل ضمير الشعب العراقي ويحفظ حقوقه. إذن حلقة اليوم القضاء الحالي في العراق تسييس وأداة بيد الميليشيات. نرحب بضيوفنا الكرام معنا في هذه الحلقة، الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي العراقي، نرحب بكم دكتور. حياكم الله مرحبا. ومن لندن نرحب بالأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب من بريطانيا، السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. أيضا الدكتور أيمن العاني من عمان، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، السلام عليكم دكتور أيمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. نبدأ مع أستاذ صباح. أستاذ صباح، اليوم مفهوم مقومات استقلال القضاء، يعني ما هو مفهوم مقومات استقلال القضاء وهل من الممكن أن ينطبق هذا المفهوم على ما موجود اليوم في العراق؟
إذا تأذني أرجع شوي إلى التقرير مالكم. التقرير نعم. أشار إلى أن القضاء تم يعني الإساءة إليه عام 2010. حقيقة أن القضاء العراقي هو إحدى أهم المؤسسات أو السلطات التي قام الاحتلال في عام 2003 بتدميرها. دمر السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. نعم. فبرمر أصدر في عام 2004 الحاكم اللي كان يحكم في العراق قرارا بعزل تقريبا 50% من القضاة العراقيين باعتبارهم مجتثين أو بعثيين أو إلى آخره من هذه الأسباب. لكن في نهاية الأمر قام الحاكم العسكري في العراق أو الحاكم المدني في العراق بإقالة نصف القضاة في العراق، وهذا يخالف اتفاقية جنيف أصلا، وهذا يخالف كل الأعراف القانونية فيما يتعلق بهذا المجال. وبالتالي فما قامت به سلطة الاحتلال في عام 2003 تدمير السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، لأن السلطة القضائية حقيقة هي أهم سلطة في وجود الدول في العالم كله. ما لم تكن هناك سلطة قضائية مستقلة، الدولة ليس لها وجود. قد يحكم العسكر وقد يحكم المدنيين وقد تكون هناك إساءات، لكن يجب أن يكون القضاء مستقلا، لأن القضاء هو الفاصل بين الخطأ والصحيح، سواء كان ارتكب من قبل الأفراد أو من قبل السلطة التنفيذية أو حتى السلطة التشريعية. هو الجهة التي تقوم بإصدار قرارات مستقلة غير منحازة تطبق القانون. ولذلك كان تدمير القضاء العراقي. بعد ذلك، بعد أن تم تدمير الأساس، استمرت العملية، عين قضاة غير ليس لديهم الكفاءة، قسم منهم أصلاً غير مؤهلين، قسم منهم كانوا سيئين وتم فصلهم سابقاً، أعيدوا باعتبارهم مناضلين إلى آخره. ومن هناك بدأت الكرة تتدحرج، بحيث أصبح القضاء العراقي الآن، وهذا ليس فيه تجني في تقديري أنا الشخصي، أن القضاء العراقي حالياً هو أسوأ قضاء في العالم. ممكن أن نقارن في أفغانستان، نتكلم على داعش، ممكن نتكلم على لبنان، على ليبيا أو أي دولة. القضاء العراقي الآن يتميز عن غيره أولاً عدم الاستقلال، ثانياً عدم الحيادية، ثالثاً أصبح أداة لارتكاب الجرائم والعفو والسماح للمجرمين والفاسدين والسراق، سواء كان على مستوى الحكومة أو الدولة أو البرلمان أو الأحزاب السياسية. هذا هو الوضع العراقي. وبالتالي الوضع العراقي، القضاء العراقي ليس لديه قضاء وفق المفهوم المعتاد للقضاء في أي دولة من دول العالم، بغض النظر دول متقدمة أو متأخرة، دول في حالة حرب أو دول في حالة استقرار. أستاذ صباح، إذن انتفى مفهوم القضاء في العراق اليوم بهذا التوصيف، يعني لم تعد هناك مؤسسة تسمى مؤسسة قضائية يمكن لها أن تبسط سيطرتها أو أن تفرض قرارها على السلطة التشريعية والتنفيذية. صحيح، لأنه السلطة التنفيذية تتدخل في إدارة القضاء، بينما الدستور العراقي الحالي والدساتير السابقة ودساتير العالم كله تنص على مبدأ يسمى الفصل بين السلطات، لأن الدولة فيها ثلاث سلطات: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وهذه السلطات يجب أن لا تتعدى إحداها على الأخرى، خصوصا فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية يجب أن لا تدير السلطة القضائية، لأن السلطة القضائية تتمتع بحياز بعدم الانحياز وبالعدالة، وبالتالي هي التي تقوم بمحاسبة السلطة التنفيذية حينما تخالف القوانين، وأيضا هي التي تمنع البرلمان أو السلطة التشريعية من إصدار قوانين تخالف الدستور. فالسلطة القضائية هي السلطة الأعلى في هذا المجال، وهي الأكثر استقلالا. قد يكون للسلطة التشريعية دور كبير مع السلطة التنفيذية بالرغم من الاستقلال، لأنها تعين الحكومة وتسقط الحكومة، ونفس الشيء بالنسبة إلى السلطة التنفيذية التي ترسل قوانين التشريعية. طيب دكتور رافع، اليوم مناسبة الحلقة اليوم هي يوم القضاء العراقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قال عدة أمور
وتصريحات بمناسبة هذا اليوم، من ضمنها أن القضاء المستقل أهم مؤشر على الدولة الرشيدة التي ينعم مواطنوها بالعدالة والاستقلال والرفاه كما تساءلنا في بداية الحلقة، لأنه الضامن للحقوق والحريات. ممكن هذا يكون توصيف صحيح، لكن في العراق، يتكلم عن العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك دكتور سنان وحيي ضيوفك الكرام، حياكم الله دكتور. الأستاذ صباح المختار والدكتور أيمن العاني. الحقيقة ما قال الأستاذ صباح المختار واقع جدا وحقيقي جدا ومنطقي جدا، وينسف كل يعني يضع أمر القضاء كله على الطاولة بالشكل الحقيقي، بل نسف مفهوم الدولة. نعم، لأنه ليس لدينا دولة حقيقة، يعني نتكلم على دولة في العراق، لا توجد دولة الآن من عام 2003 لحد الآن، لا توجد دولة بالمفهوم العام للدولة، غير موجود. هذه موجود عصابات، موجود سلطة، ما أعرف شنو سلطة عصابات، نعم، لكن مفهوم دولة بمؤسسات وإدارة وإطار مؤسساتي يحكم، هذه نظرة أخرى وشكل آخر. نعم، لكن دعني أقول لك، عندما يتحدث الأستاذ صباح المختار وقال إنه 50% بريمر أزاحهم، هؤلاء 50% هو أزاحهم بفكرة حزبية، هو هؤلاء بعثيين ينتمون إلى حزب معين. نعم، وفق رؤيته الخاصة. ومن عين بدلا عنهم؟ عين إما أن مثل ما تحدث الأستاذ صباح، وهي حقيقة واقع الحالة، كنا شهود عليه. نعم، عين ناس بدل هؤلاء، إما أن يكونوا يعني تاركين للعمل ولديهم مشاكل وتم إحالتهم إلى التقاعد أو طردهم من المهنة. إعادتهم لا يمكن أن تقول عن أي واحد منهم هو حيادي، يعني ممكن أن تكون مشكلة في المهنية. نعم، وعلى القاضي أن يكون حيادي، هذا لا يمتلك الحيادية. ثانيا، الجزء الأكبر منهم هم تابعين لأحزاب التي جاءت مع الاحتلال. نعم، حزب الدعوة، ما أعرف منه، المجلس الأعلى، هؤلاء الذين، وهذا يرسخ فكرة اللي قال عنها بوش، من معنا فهو صديقنا وهو رفيقنا، ومن ليس معنا فهو ضدنا، فهو هو إرهابي. نعم، فتمييز حزبي، وهذا منه ميزة بريمر، هو لا يفهم لا بالحزب هذا ولا بالحزب هذا، ولا يفهم، هو يفهم من معه، من يساند هذا مشروع الاحتلالي وجاء بلد محتل. إذا المستحيل سيكون غير منحاز. نعم، وبالتالي هو لا يحق له أن يغير قوانين بلد، أي سلطة محتلة لا يحق لها بموجب يعني الأمم المتحدة، لا يحق لها أن تغير قوانين بلد. نعم، بالشكل الذي اللي فعلته الولايات المتحدة، إذا جاءت بكل هذا القضاء. إذا من البداية أنت لديك قضاء غير مستقل، غير محايد، لا يمكن الاعتماد عليه. إذن ما قال الأستاذ صباح أنه هنا انتفى، يعني انتفت قضية وجود قضاء في العراق، هذه النقطة الأولى. نعم، أما أن يتحدث يعني رئيس مجلس القضاء الأعلى عن دولة ينعم مواطنها بالرفاه وهناك فيها قضاء مستقل، هذه الدولة بهذا المفهوم، الدولة الراشدة والدولة المستقرة ودولة المتطورة، الدولة اللي تحترم، هذه اللي تحترم حقوق الإنسان، اللي تحترم فعالية الإنسان، تحترم الديمقراطية، لديها مشاركة عامة، لديها تعليم جيد، لديها خدمات متطورة، خدمات صحية وخدمات عامة. نعم، سكن جيد، كل هذه متوفرة في هذه الدولة الرشيدة. نعم، هذه الدولة الرشيدة مفهومها غير موجود، احنا اساسا مفهوم الدولة غير موجود عندنا. فما تحدث عنه لا ينطبق علينا، لانه كل هذه المقومات التي يتحدث عنها غير موجودة على ارض الواقع، فهو يتحدث عن دولة خيالية، دولة اخرى ليست في العراق. نعم، هناك دول كثيرة، دول راشدة بهذا المفهوم، يعني مواطنها تتمتع بنسب عالية من الاستقلال، تتمتع بحقوقها، تتمتع بكذا وخدمات، الدولة ترعاه، الحكومة السلطة خارجة من رحم الشعب، ترعى الشعب، تحاسب كبار المسؤولين، هذا كله. نعم، وتحاسب المسؤولين، وتحاسب، هذا كله غير موجود عندنا. نعم، في القضاء بالتالي صار يعني هذه اللي يسموها السلطات الثلاثة، القضائية والتنفيذية والتشريعية، صارت متداخلة، وهي عبارة عن كتلة واحدة لرعاية مشروع معين يخدم من يجلسون على الكراسي. نعم، ليس أكثر. وبالتالي تحول القضاء إلى حامل رأس السلطة، حامل السلطة، وليس لرأس السلطة فقط، لكن حامل السلطة كلها
يسير لها الأنظمة والقوانين لكي تبقى على الكراسي وكي يحفظ وجودها. هذا ما حصل منذ عام 2003 لحد الآن. نعم. إذن بما أن عنوان الحلقة أن القضاء الحالي في العراق مسيس وهو أداة بيد المحتل، نتحول إلى دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. دكتور أيمن، اليوم عدد المعتقلين في العراق، هناك أرقام غير واضحة، يعني لا توجد هناك إحصائيات كاملة عن أعداد المعتقلين، وهناك أكثر من 8000 حكم بالإعدام صدرت من المحاكم وأصدرها قضاة. اليوم أسوشيتد برس تقول أنه تم الحكم على 3130 سجين بالإعدام لاتهامهم بالإرهاب من 2013 إلى 2018، يقول بمعدل أكثر من شخصين في اليوم الواحد. تؤكد أن المحاكمات غالبا ما تستغرق 30 دقيقة فقط، ويتم إدانة المتهمين بقانون الإرهاب بالفضفاض، وتنتزع الاعترافات تحت التعذيب. تعليقكم على هذه الأرقام المخيفة؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة، والتحية لأساتذتي الضيوف الأكارم ولجميع المشاهدين. حقيقة هذه يعني من نسبة لجنابك مسألة مهمة، أنه عدم وجود أي بيانات، قاعدة بيانات لأعداد المعتقلين. يزاد على ذلك ماهية المحاكمات التي تجري في العراق منذ 2003 وحتى اليوم، وكيف أن القضاء حقيقة تخلى بشكل كبير عن دوره المناط به في استتباب الأمن واستقرار المجتمع والحفاظ على السلم المجتمعي، وهذا أمر مهم جدا. لكن في العراق بعد 2003 هذا القضاء تخلى عن هذا الدور المهم والجوهري، وهنا طبعا تداعيات هذا التخلي، من تداعياته هو هذه الأرقام المهولة الكبيرة للأشخاص الذين تم الحكم عليهم بالإعدام. الجميع معظم، يعني إن لم يكن معظم الجميع، فمعظم هؤلاء كانوا أو اعترضوا بسبب تعرضهم للتعذيب، وكانت هنالك علامات واضحة تشير إلى ذلك، رآها القضاة بأم أعينهم كما يقولون. لكن مع الأسف الشديد ما جرى هو تجاهل هذه الشكاوى وإصدار الأحكام جزافا تماشيا مع رغبة هذه الجهة أو تلك. وجنابك يعلم والجميع يعلم أن يعني أحكام الإعدام في العراق ما هي إلا أداة لقمع المعارضين والمناهضين، لم تكن أبدا أداة لإحقاق الحق وإحقاق العدالة والحفاظ على الحقوق وعدم هدرها أبدا. هذا الأمر مؤكد، والدليل على ذلك أن هنالك أحكاما كثيرة ضد غير عراقيين، أحكاما بالإعدام طبعا، لكن هذه الأحكام لم تنفذ حتى اليوم لعلم الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المتهمون أو المذنبون، أنه القضاء في العراق لا يمكن الاعتماد عليه ولا يمكن الاعتراف به. وعلى أقل تقدير ويعني في أسلوب دبلوماسي كما يقولون، تقول المنظمات الدولية أن القضاء في العراق تشوبه عيوب كبرى. المشكلة الكبيرة في عدم استقلالية القضاء هي التناقض الكبير الموجود في الدستور الذي هم يعني يدافعون عنه، أو هم يعني تعلم جنابك والجميع يعلم أيضا أن الدستور كيف تشكل وكيف أقر وكيف بسرعة كبيرة، وبعيدا عن المهنية وبعيدا عن الضوابط الدولية المرعية في هذا الأمر الرئيس، لكن مع ذلك هو تضمن تناقضات كثيرة. من ضمن هذه التناقضات أنه يحتوي على مواد تنص على استقلالية أو فصل السلطات، لكن بنفس الوقت يقول أنه لا يتم تعيين رئيس هذه المحكمة أو تلك إلا بعد التصويت عليه من قبل البرلمان، وهذا طبعا ينافي تماما فكرة
فصل السلطات، بالعكس هذا يصب في يعني اليوم القضاء في العراق تابعا وليس متبوعا، هو ينبغي أن يكون له الصدارة، ينبغي أن يكون صمام الأمان بيضة القبان، لكن هذا كله لم يكن حقيقة في العراق بسبب لأسباب كثيرة، هي منها طبعا عدم مهنية ومنها عدم الاستقلال كما ذكرت. نعم. هنالك كوادر في الصفوف القضاة يعني لا يمكن أن تصفهم قضاة، لكن أيضا هنالك قضاة جيدون، هنالك قضاة يرفضون الخضوع، لكن مع الأسف الشديد من يرفض الخضوع إما يعني فارق الحياة تحت جريمة اغتيال أو ملاحقة، وإما تم نفيه إلى خارج العراق، والأمثال على ذلك كثيرة كثيرة. نعم. فهنا نحن نتحدث حقيقة أن القضاء في العراق حقيقة يعني هذا ليس تجنيا، لكن هو أمر واقع أنه لا يوجد قضاء في العراق يمكن أن يكون سببا في حل المشاكل، بل باعترافات حتى الشركاء في العملية السياسية، هنالك وزراء سابقون وحاليون يقولون لا يمكن أن يستقيم أمر العملية السياسية على ما هي عليه، لكن على لسانهم يقولون لا يمكن أن يستقيم أمر العملية السياسية، وهذا حال المنظومة القضاء أو هكذا تكون منظومة القضاء. أعلى سلطة، أعلى منصب في القضاء في العراق بعد الاحتلال يؤكد ويقر أن القضاء يتعرض لابتزاز سياسي، وهذا الابتزاز السياسي مفهوم ممن ولماذا وكل الحيثيات الأخرى. نعم. ونعم حياك الله. حياك الله. إذا مشاهدينا، اعتاد القضاء أن يضع المتهم داخل القفص، لكن القضاء العراقي اليوم هو تحت قفص الاتهام. فاصل ونواصل هذه الحلقة. من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة، نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة. نجدد الترحاب بكم مشاهدينا في حلقة اليوم من طاولة حوار بعنوان القضاء الحالي في العراق تسيس وأداة بيد الميليشيات. دكتور رافع، السؤال هنا اليوم عن المحكمة الاتحادية وهي إحدى الهيئات القضائية في العراق. رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني يؤكد أن المحكمة الاتحادية في العراق اليوم تبدي موقف آخر عدائي تجاه كردستان العراق بمنعها إرسال المبالغ إلى كردستان العراق، مبالغ الموظفين، رغم أنه هذا كان الاتفاق ما بين الأحزاب الكردية مع تشكيل حكومة محمد الشيع السوداني وأقرارها. دكتور، لاحظ القضية يعني هذا القرار مال المحكمة الاتحادية يبين بوضوح كم أن الأمور مسيسة في القضاء. المحكمة الاتحادية شكلت من عام 2003. نعم. يعني شكلها بريمر، ووجود الأكراد ليس جديدا. نعم. يعني وجودهم بهذا وموقعهم بهذا الشكل، بتصرفهم وبتصرف بالمال بالنفط بكل الأشياء ليس جديدا، وأشكالية المبالغ موجودة، حتى الميزانية موجودة. نعم. هذه القضية ليست جديدة، لماذا أثيرت الآن؟ لماذا المحكمة الاتحادية تدخل كطرف سياسي الآن، كطرف يؤيد الطرف السياسي الحاكم في بغداد؟ يعني لماذا قبل هذا لم تثر بهذه الطريقة؟ بهذه الطريقة يعني. نعم. تم الاتفاق، يعني
مثل ما قلت للأكراد، أخوتنا الأكراد نعم يعني جاءوا الآن نزلوا في العراق والآن بدأوا يمارسون هذا الدور ولهم رواتب ولهم فلوس تجيهم ويتصرفون بالنفط. هذه القضية من عام 2003 لحد الآن بنفس المنهج، وأثيرت فيها الكثير من مشاكل بين الأطراف، وهذه حسابات المكاسب والأرباح، هذه قضية أخرى. حتى الميزانية لم يتفقوا عليها، هذه قضية أخرى. أما أن يثار بهذا الشكل الآن بالذات المحكمة الاتحادية تدخل كطرف، والقوى الحاكمة المشكلة للحكومة تدعم هذه المحكمة في قرارها، واضح هناك أسباب سياسية، واضح هناك تسييس للموضوع، لأنه بسبب تبريراتهم ما هي التبريرات يعني؟ ما هو واضح الموضوع كان هناك تحالف بين الصدر وبين البرزاني وبين مجموعة من السنة، هذا التحالف الذي يعني تم حله بعد تشكيل هذه الحكومة من قبل وانسحاب الصدر من الآن يريدون لا عودة لهذا، ويعاقبون كل الأطراف التي تحالف ضدهم أو كانت السبب في إبعادهم، وهم خاسرين الانتخابات في كل الأحوال، وكل الأطراف هذه خاسرة الانتخابات، لأنه في الأول والأخير أنه ما شارك في هذه الانتخابات، وقلناها ونقولها أكثر من مرة، كل الذين شاركوا بالانتخابات لا يتجاوزون 13-15% باعتراف سياسي، 85% من العراقيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات لم يشاركوا في انتخابات تشرين أول عام 2022 السنة الماضية اللي جرت هذه الانتخابات، واللي قالوا فيها فاز التيار الصدري، والتيار الصدري انسحب. نعم. والكتل الخاسرة هي التي شكلت الحكومة، اللي هو الإطار التنسيقي. فهذا الإطار التنسيقي وبعد توافقات مريرة يعني أخلوا بالاتفاق. نعم. مع كردستان. وفي تشكيل الحكومة، والأكراد يقولونها، يقولون هم يعني اتفقوا ويانا نشكل الحكومة وتمضي هذه القضية بهذه الطريقة. وهذا الموضوع نهب، يعني إذا كانت المحكمة الاتحادية حريصة على أموال العراقيين، حريصة على ثرواته، وحريصة على البند الأول في الدستور اللي يقول النفط ملك الشعب العراقي، فعليها أن تحاسب أين ذهبت أموال النفط منذ عام 2003 لحد الآن. نعم. لماذا المحكمة الاتحادية لا تحاسب على التهريب، لا تحاسب على الميليشيات، امتلاك الميليشيات، كل هذا لم تحاسب عليه، أين ذهبت ثروات الشعب العراقي؟ يعني هذا الفساد كله لم تتحدث عنه المحكمة الاتحادية وليس لها علاقة به. الآن بغض النظر، أنا لا أدافع عن الأكراد، يعني بغض النظر أن تكون القضية عادلة معادلة، ولكن كهيئة قضائية لكن أن تتدخل المحكمة الاتحادية بهذه الطريقة الفجة بهذا الوقت بهذا التوقيت يضع ألف علامة استفهام. واضح القضية مسيسة والقضية مدفوع بها بهذا الاتجاه. نعم. لذلك الكل يتحدث، ومن حق الآخرين أن يتحدثوا، ومن حق الأكراد أن يتحدثون وغيرهم أن يتحدثوا، أنه هذا قرار مسيس، قرارات مسيسة، وهذا يثبت مرة أخرى، يعيدنا مرة أخرى. لذلك في تقريركم عدتم مرة أخرى إلى عام 2010، إلى الانتخابات التي جرت وفاز بها إياد علاوي، ثم وجيء بالمالكي بقرار من المحكمة الاتحادية نفسها، تفسير الكتلة الأكبر. إذا المحكمة الاتحادية التي يجب أن لا تتدخل في القضايا السياسية وتسيس نفسها بهذه الطريقة، دخلت في معترك السياسة وخدمت. لذلك أنا قلت أن المؤسسة القضائية اليوم تحمي النظام، تحمي السلطة، تحمي هذه السلطة، ليس النظام، تحمي هذه السلطة، أي سلطة مشكلة هي في خدمتها، هي تسير أو تسخر القوانين والقرارات بما يجعلها متمكنة ويدها طويلة وتستطيع أن تمد يدها إلى أينما تريد. نعم. هذا الوضع الحقيقي. فكل سلطة قوتها وين، وين رأيش شنو اللي تريده. نعم. تنفذ له السلطة القضائية هذا الطريق، أو تمهد له السلطة القضائية هذا الطريق، وهذا نعم هذا يعيدنا مرة أخرى للحديث اللي تحدث به الأستاذ صباح المختار، أنه لا قضاء في العراق، لا يمكن لقضاء أن يعمل بهذه الطريقة، لا يمكن. القضاء محايد، ليس له علاقة بالأحمر والأسود، أزرق أخضر، لا يعمل هكذا. لذلك حتى في كل المحاكم تجد أن هناك مجسم معين مغلق عينيه، بمعنى أنه القضاء لا يرى سين وصاد، يرى العدالة فقط، من المفترض أن يكون يرعى القوانين ويرعى العدالة بحذافيرها ويطبقها بشكل، هذا غير موجود. هو تفسيرات له. نعم. وتفسيرات غريبة عجيبة، والدستور هذا المفخخ، الدستور هذا القميء
في عام 2005 اللي مضى، هذا يساعد هذه الهيئات والمادة الأولية لكل هذه الاجتهادات المؤسسة القضائية في تفسيرات متعددة وغريبة وعجيبة تتماشى مع الجميع. نعم. من يريد يعني طبعا. طيب. نعم. نتحول إلى الأستاذ صباح، ومن وجهة نظر قانونية اليوم هناك مجلس القضاء الأعلى، المحكمة الاتحادية العليا، هيئة النزاهة، وزارة العدل، ما هو دور كل هذه الهيئات القضائية في تحقيق القانون وأحلال العدل في العراق، وما هي الأدوار المختلفة التي تلعبها مع بعض أو بين بعض أو مع السلطات الأخرى من أجل تحقيق قوانين أو مصالح لفئات أو أحزاب معينة؟ أولاً بالنسبة للوضع بالعراق، الوضع مخالف الحالي هو مخالف للدستور الذي وضعه برمر، الدستور الحالي المعتمد من قبل العراق، لأنه كافة هذه السلطات اللي ذكرتها باستثناء المحكمة الاتحادية لم تعين الدولة أو البرلمان أو الحكومة رؤساء لهذه المؤسسات، الجميع هم وكلاء أو قائمون بأعمال، كي يبقى الشخص الأعلى في تلك المؤسسة تابعاً للوزير، وبالتالي تابعاً لرئيس الحكومة، وبالتالي تنتفي الاستقلالية وتنتفي العدالة. للقاضي، أي قاضي له الحق أن يكون لديه رئيس سياسي معين. يعني مثلاً لو كنت أنا قاضي، أنا أعتقد أن ما موجود الآن، ما يأخذ الأكراد من العراق من النفط والعوائد والإجور، هو غير عادل، ولكن هذا لم يوضع الآن كما ذكر أخي رافع، هذا وضع عام 2003 أثناء الاحتلال. القاضي حتى لو كان ضد هذا الرأي ليس بإمكانه أن يغير ذلك الواقع بناء على طلب الحكومة. إذا الحكومة تريد تمنع الرواتب، أن تستعمل القضاء لإصدار قرار بهذا الشكل، هذه إساءة إضافية للقضاء. القضاء تم تدميره ثم بعدين أسيء له، وبعدين أدخل به هذه العوامل السياسية اللي تفضلت بها بالبرنامج هذا. هذه الآن وصلنا إلى المرحلة أن القضاء نفسه بدأ يسيء لنفسه بالاستجابة لطلبات غير معقولة، لإصدار أحكام تخالف حتى المنطق الاعتيادي، ليس فقط المنطق القانوني، أن يقوم بممارسة عمل سياسي. هناك مؤسسة جميعنا لا نتحدث عنها، وهي مؤسسة الادعاء العام. يجب أن نفهم نحن العراقيين أن الدور الأكبر هو للادعاء العام. الادعاء العام حينما يخرج نائب ويتحدث بالبرلمان ويقول والله العظيم أنا أخذت رشوة وأنا ما أعرف إيش، هذا على الادعاء العام بموجب قانون الادعاء العام وبموجب القوانين العراقية أن يستدعي هذا الشخص للتحقيق معه. نعم. وبما أنه اعترف يجب أن توجه إليه تهمة، أن يخرج رئيس الوزراء ويقول أن لدي ملفات تجسس عن الآخرين وملفات بالإساءة، ثم لا يتحرك إلى الادعاء العام. الادعاء العام يعلم بهذه الأعداد الكبيرة جدا من الأشخاص الموقوفين الذين لم تجري محاكمتهم. الادعاء العام لديه دور كبير جدا في هذا المجال. الادعاء العام نائم لا يقوم بأي عمل. يعني السلطة القضائية هي ليست فقط القاضي حينما تقدم أمام قضية أن يحكم فيها بالعدل وفقا للقانون، وإنما السلطة القضائية تتكون من عدة مراحل: السلطة، الادعاء العام، الاعتقال، التحقيق، ثم بعد ذلك الإحالة، ثم بعد ذلك تذهب إلى القاضي. فإذا وجدنا أن حتى المراحل الأولية لم يجري تفعيلها، ولا تستطيع السلطات الشرطة أو الادعاء العام أو الأجهزة الأمنية أو التحقيق أن توقف أحد الأشخاص المتهم بالقتل، ثم بالإضافة إلى ذلك أن القضاة أو القضاء نفسه حينما يعلم أن هناك جريمة قد ارتكبت يصدر حكما ثم يخففه ثم يقيده، وبالتالي تجد شخص اتهم بأنه كتب شيء على الانترنت يحكم بثلاثة سنوات، وشخص آخر يسرق بلايين وبالتالي يوقف ثم يطلق سراحه بكفالة. هذه إساءة من القضاء إلى نفسه، نتيجة لي أولا الخوف، نتيجة للتهديد. اليوم القاضي بالعراق تم اغتيال عدد من القضاة، المحامين قتلوا،
محامية كركوك ثلاث مرات يضربون رمانات على بيتها. الدولة لم تعد تحمي حتى مؤسساتها، وبالتالي القضاء يعلم هذا، والقضاء لديه دور أن يفعل ذلك. لكن لا يمكن أن نطلب من القضاة كلهم أن يكونوا كلهم مناضلين. الشعب العراقي الآن لديه مشاكل في كل نواحي الحياة، الأمن والماء والكهرباء والصحة والطب والتعليم وإلى آخره. وبالتالي حينما تتحدث عن استقلال القضاء يقول لك يا أخي أنا وين أروح على الميل وأريد أبني أرجعه. هذه جعلوا العراقيين يعانون معاناة هائلة جدا، بحيث لا يعلم العراقي أن يحتج على ماذا، لأن كل الأمور سيئة، والقضاء مع الأسف لا يساعد في هذا المجال لعدم استقلاله. طيب، بالحديث عن حقوق الإنسان وبالحديث أيضا عن أنه المدانين أو المتهمين بقضايا، تحول عفوا إلى الدكتور أيمن العاني، بالحديث عن المتهمين بسرقة المال العام ويتم تبرئتهم، وأيضا الناشطين والصحفيين الذين ينتقدون أو يتوجهون إلى فاسدين في الحكومة يتم الحكم عليهم. جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تنظم حملة لتشجيع الصحفيين على رفض لجوء المسؤولين إلى القضاء لدعوى قضائية على العديد منهم. يعني اليوم صار القضاء هو أداة بيد السياسيين من أجل حتى السيطرة على السلطة الرابعة اللي هي الصحافة، اللي من المفترض أن تكشف كل ما يتم من فساد ومن زيف ومن تهم ضد الفاسدين. نعم أخي الكريم، هذا طبعا في العراق المضحك المبكي حقيقة هو عملية تقنين الانتهاكات. يعني اليوم تجري الانتهاكات وترتكب الانتهاكات وفق القانون. نعم. قانون غير عادل، قانون مطاط، قانون يمكن أن يفسر بأوجه عديدة. بالنتيجة الضحية هم الصحفيون الذين يبحثون عن الحقيقة. تعلم جنابك هنالك أحكام تصل إلى السجن 10 سنوات. نعم. لمن يبحث عن المعلومة. يعني هذه يعني حقيقة هي سابقة، لا توجد بأي دولة من الدول هذا. يعني في هنالك دول تحرم يعني اعتقال الصحفيين أو وضعهم تحت التهديد أو التضييق، لكن في العراق إذا تبحث جنابك عن المعلومة وتتقصى لا توجد أي صحافة استقصائية اليوم في العراق لهذه الأسباب. لا توجد دولة ضامنة لحماية المواطنين ومن جملتهم طبعا الصحفيين، وهؤلاء طبعا فئة مهمة جدا في مسألة توازن الحالة السياسية والاقتصادية ومتابعة الملفات والبحث عن الحقيقة. هذا كله طبعا، والمرتكبون هنا لهذه يعني مثلا إذا نأتي على قضية لجنة النزاهة. نعم. في لجنة النزاهة عشرات يعني أكثر من 23,000 ملف معطل، هذه الملفات جاهزة للتقديم أو لأن استئناف اعتقال المتهمين والتحقيق معهم وإحالتهم بالنتيجة إلى القضاء. نعم. لا يوجد أي تحرك بهذا، ويزاد على ذلك يوضع على رأس لجنة النزاهة يعني قاضي متهم مدان حقيقة في قضايا فساد. نعم. وأوقف عن العمل لمدة، يعني هذه قصص معلومة. المشكلة في العراق اليوم يعني كما تفضل الضيوف الكرام وكما هو معلوم، مفهوم الدولة الوطنية لا توجد، هنالك دولة وطنية، لا توجد حسن نية لدى حكومات الاحتلال المتعاقبة. هنالك عصابات تشكلت، ميليشيات شكلت هذه الحكومات، وهذه الحكومات والغة في بدماء العراقيين ويعني متورطة حد النخاع في سلب أموال المال العام وهدر هذه الأموال وتحويل هذه الأموال إلى صالح إيران أو إلى صالح أمريكا يعني بشكل أو بآخر. نعم. فهذه مشكلة مركبة طبعا يدفع ثمنها بالأخير هم العراقيون البسطاء الذين يعني لا حول لهم ولا قوة. نعم دكتور. طيب نتحول إلى دكتور رافع، اليوم هناك جهات دولية كثيرة
تعترف بعدم أهلية القضاء العراقي لإطلاق أحكام الإعدام للأسباب التي ذكرناها، لخضوع لإرادات سياسية وعدم استقلاليته. السؤال هنا، لماذا لا يتم إرسال لجان دولية لكشف انتهاكات القضاء العراقي والاعترافات التي تنتزع تحت الإكراه وتحت التعذيب، ويبقى عشرات الآلاف داخل السجون يعتقلون ويعذبون؟ لماذا لا يتم إرسال لجان رغم أنه لا توجد أعداد حقيقية للمعتقلين، وواضح هناك لجان كثيرة كشفت ما الذي يتم داخل السجون؟ أولا دكتور سنان، كل هذه اللجان التي تتحدث عنها، اللجان الدولية تابعة لمنظمات دولية، حتى إذا كنا نتحدث عن الأمم المتحدة فنحن أمام معضلة سياسية الحقيقة. نعم، أمام وضع سياسي شاذ، لأن كل هذه القوى خاضعة لتوجيهات عليا من الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى في العراق دولة ديمقراطية ومشروع هي اللي انتجته، فلذلك يجب أن يكون ناجح. ناجح خربان هي لا يهمها، لكن هذا الموجود وعليكم أن تقبلوا به. لذلك تجد أن التأييد الدولي والإقليمي لما موجود في العراق كحكومة كسلطة وميليشيات وقتل، هم يعرفون كل هذا. نعم، ويعرفون القضاء غير حقيقي وهناك إشارات واضحة عليه، لكن لا يتحركون بهذا الاتجاه. لكن دعني أقول لك شيء آخر. نعم، يعني ونتساءل نحن جميعا، يعني مثل ما يقال في أحد أبيات الشعر أو مقولة تقول، يعني إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بالماء. عندما كل المؤسسات الموجودة بدءا من المؤسسة بيت الصغير، إن لم تكن هناك رقابة موجودة على هذا البيت، وأقصد بالرقابة رقابة الأب ورقابة الأم ورقابة، وتنتقل هذه الرقابة إلى رقابة دينية وأخلاقية ومجتمعية وقانونية. نعم، إن لم تكن موجودة هذه، سيكون في هذا البيت إما فوضى أو استبداد أو خراب أو دمار، وهذا ينسحب على كل المؤسسات إلى مؤسسات الدولة إن كانت موجودة، ويصل بنا إلى مؤسسة القضاء. إذا كانت مؤسسة القضاء فيها انتقادات كبيرة، لدينا انتقادات كبيرة عليها، مسيسة، خربة، غير حقيقية، غير عادلة، كل هذا، من يراقب القضاء؟ هنا السؤال المهم. يعني إلى من نحتكم؟ نحتكم إلى دستور؟ يعني احنا نختلف مع القضاء، مع المجلس الأعلى للقضاء، مع المحكمة الاتحادية، نحتكم إلى من؟ إلى الدستور؟ ما هو الدستور أساساً في اختلافات كثيرة، وكل الأطراف بما فيها أطراف القضاء تقول عن الدستور، والحكومة وكل الحكومات والعملية السياسية يقولون هذا الدستور مفخخ وفيه الكثير من العيوب ولا يمكن القبول به، وهم يعني لا أقول هم يعني لا يصدقون في هذا القول، هم يكذبون، لأنه هذا يخدمهم، لأنه كل المواد اللي صيغت في هذا الدستور قابلة لتفسيرات معينة، والقضاء يستغلها وفقا لرغبات القوى السياسية التي تحكم، وفقا لرغبة القوى التي تملك السلاح وتملك الميليشيات وتملك المال، التي تحكم وتريد أن تسخر هذه المادة لصالحها. نعم، فالتفسيرات من المحاكم من القضاء بما يلائم هذه السلطة. طيب أنت لمن تذهب؟ لا توجد سلطة عليا فوق هذه السلطات لتحكم غير هذا الدستور. يعني أنت تذهب من الدستور، وهذا الدستور هم يقولون عنه والشعب يقول عنه ملغم، وهو من البداية غير شرعي ملغم، لأنه حتى في إقراره كان غير شرعي. فأنت ملغم هو الدستور هذا، فما هي المؤسسة التي تراقب القضاء وتوقف القضاء عند حدوده لكي لا يسيس، لكي يكون حيادي، لكي يكون من؟ لا توجد لدينا في العراق سلطة الأعلى هي التي تتحكم وقراراتها ماشية على الكل وتذبح الجميع مثل ما تريد السلطة السياسية. فإذا عندما لا تكون هناك سلطة يعني عليا تشرف وتدقق على القضاء، يكون القضاء أما مستبدا أو غير حيادي أو غير حقيقي، وهذا ما يحصل في العراق. ليس لدينا، لأن الذهاب إلى الدستور كارثة أخرى، وهم يريدونك تذهب إلى الدستور لكي يفسرونه بالتفسيرات التي يريدونها، وهذا الوضع هو. نحن في متاهة حقيقة، يعني شكل الوضع نحن في متاهة، الشعب العراقي كله، البلد كله في متاهة، دخلوه في متاهة، ادخل مع القضاء وادخل مع الدستور هذا وأنت في متاهة في كل الأحوال. وخلال هذه المتاهة، عند مسيرك في هذه المتاهة، ستجد ألغام تنفجر عليك تقتلك، نقر معينة يعني تسقط فيها ولا تخرج، ولكن يجب أن تسير بنفس هذا المسار.
هذا المفروض الموضوع عليك. تريد أرنب وخذ أرنب، تريد غزال وخذ أرنب، وهذا هذا هذا الوضع السائد. نعم نعم استاذ صباح، سؤال افتراضي، لو سألنا أن هيئة النزاهة في العراق ما هو دورها؟ يعني إلى الآن لم تكشف لجنة واحدة من لجان هيئة النزاهة لا عن سرقة ولا على جريمة سرقة المال العام، رغم اختفاء مليارات الدولارات من خزينة الدولة باعتراف الداخل والخارج، ورغم عدم وجود أي مشاريع للبنية التحتية داخل العراق، والمشاريع والمصانع والمعامل معطلة، البنية التحتية منهارة، المليارات تصرف، ولجنة النزاهة لم تكشف لا سارق ولا جريمة ولا جهة قامت بالتحايل. دكتور سنان، هذه اللجنة هي شأنها شأن بقية الهيئات والتشكيلات والمؤسسات العراقية، لديها الاسم ولكنها فارغة من المحتوى. البرلمان في كل العالم هي سلطة تمثل الشعب، في حين أن البرلمان العراقي حينما ينتخب 40 نائب أو 30 نائب يجي رئيس الحزب يقول لهم استقيلوا، كلهم يروحون لبيتهم كأنهم موظفين عنده. هذا البرلمان هناك كثير من الأشخاص الذين ترشحوا عن حزب أو عن تنظيم ثم بعد ذلك انقلبوا وذهبوا إلى جهة أخرى. هذا البرلمان الذي يفترض أن يناقش حاجات العراق تجد مشغول بالمحاصصة ومقاسمة من الذي يأخذ ماذا إلى هذا البرلمان. هذا ينطبق نفس الشيء على مؤسسات الدولة، حينما تكون الدولة رئيس الوزراء لم يأتي من أي كتلة، ولا الكتلة الأكبر ولا الكتلة الأصغر، ولم يكن من جاء من الخارج، نزل من بالباراشوت. حينما يكون هذا وضع رئيس الوزراء وهذا مخالف للدستور، يعين وزراء بناء على التهديدات والمصالح المشتركة، تصبح الوزارة لا قيمة لها، وبالتالي هذا يتبع المؤسسات التي تتبع تلك الوزارات. فإذا أخذنا وزارة العدل، وزارة العدل هي التي تسيطر على مختلف هذه الهيئات والمؤسسات بما فيها القضاء، بما فيها، خلينا نأخذ نقطة مهمة جدا، لا يوجد دولة في العالم ليس لديها قوة مسلحة وطنية. في العالم كله لديهم جيش ولديهم شرطة، شرطة على الأمر الداخلي والجيش على الأمر الخارجي، لكن كلاهما يهدفان لحماية الوطن، في حين في العراق تجد الميليشيات تحكم والشرطة تتبع ما أعرف من واجبها فقط حماية الأحزاب ومصالحها. بالضبط. وبالتالي هذه هي المشكلة. لكن إذا تسمح لي، سؤالك اللي كان إلى دكتور سنان، أود أضيف شيء على اللي تفضل به الأخ رافع، وهي أنه فيما يتعلق بالقضايا المؤسسات الدولية لماذا لا تعمل في العراق، هناك نقطتين يجب الفهم. أولا، المنظمات الدولية سواء كان الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان أو المنظمات الحقوقية الأخرى تتعامل مع الدولة، والدولة تمثلها الحكومة، وبالتالي عليهم أن يتعاملوا مع الفاسدين لكيفية إيجاد. هذا جزء. الجزء الثاني أن هذه المؤسسات ليس لديها سلطة على الدول، الدولة صاحبة سيادة، لكن إذا الله غضب على العراقيين وخلى الدولة مالتهم تكون بهالشكل هذا، التي لم تحصل في أي زمن ما من تاريخ العراق، لا بالزمن العثماني ولا بالدولة الأولى ولا بالجمهورية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، هذا الوضع ليس له مثيل، وهذا مع الأسف هو قدر أهلنا، التي حقيقة أنا يؤلمني أن أتحدث كما لو كنت مؤلم. ولكن وصلنا إلى ختام الحلقة، فقط دعني دكتور أيمن في دقيقة لو سمحت، يعني هذه الصورة اللي ذكرها أستاذ صباح أنه الهيئات الدولية والإغاثية والإنسانية تتعامل مع الحكومة، ما الذي يمكن أن يفعله المظلوم في العراق والقضاء ظالم في دقيقة لو سمحت؟ أخي الكريم، القضاء يتحمل مسؤولية كبيرة والأكبر حقيقة من مسألة الإفلات من العقاب. القضاء قضاء يعني مسيس، القضاء لا يمكن الاعتماد عليه، هذه المصائب التي تجري لا يمكن إلا أن يتم توفيقها بشكل مهني وحفظها والاستفادة منها في وقت آخر في ظروف أخرى في توازنات حقيقة تختلف عن التوازنات الحالية.
نشكركم الشكر الجزيل ضيوفنا الكرام الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي العراقي، كذلك نشكر من لندن الأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب من بريطانيا، من عمان نشكر الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، والشكر موصول لكم مشاهدينا، ولا ننسى قاضٍ في الجنة وقاضيًا في النار. سلام عليكم.